جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي هذا اليوم سيكون عن واقع النظام التعليمي في الولايات المتحدة. حبيت أنه يكون عرض سريع أكثر من ما هو محاضرة في كيفية يعني النظام التعليمي في الولايات المتحدة، وفي الحديث عن النظام التعليمي في الولايات المتحدة لا يخفى عليكم أنه هناك ما يسمى بالK-12 اللي هو من الروضة حتى الصف الثاني عشر، وهناك ما يسمى بالنظام التعليم العالي أو الهاير إيديوكيشن. غالب حديثي إن شاء الله هذه الأمسية سيكون عن النظام المدرسي أو اللي هو من الروضة حتى الصف الثاني عشر أو ما قبل الجامعة. بشكل عام في الولايات المتحدة طبعا هناك 12 سنة للدراسة ما قبل الجامعة، وتتوزع هذه السنوات الدراسة بشكل يعني بشكله المألوف تقريبا حتى للوطن العربي، اللي هو 5 سنوات أو 6 سنوات عندنا مرحلة ابتدائية، ومن ثم عندنا مرحلة متوسطة اللي هي يطلق عليها either junior high school لو middle school، وهي عادة تكون 2 أو 3 سنوات في الولايات المتحدة باختلاف الولاية وباختلاف المقاطعة. ومن ثم لدينا تقريبا 4 سنوات من الدراسة وهي الهاي سكول، واللي احنا نسميها الثانوية، المرحلة الثانوية أو المرحلة الإعدادية. يلي ذلك طبعا الدراسة الجامعية اللي هي بالبداية يعني 2 إلى 4 سنوات حسب الطالب شنو يختار، community college لو 4-year school، وبعدين يذهب إلى اللي احنا نسميها الدراسات العليا اللي هي لو يسوي يعني ماجستير اللي هو ماسترز ديجري، لو يذهب إلى الدكتوراه. وعادة الماجستير يأخذ 2 إلى 3، والدكتوراه تقريبا تأخذ من 3 إلى 6 أو 7 سنوات، وتقريبا تأخذ 6 سنوات فأكثر، خاصة في المجالات الإنسانية. فلا يمكن ربما للمتخرج من الدكتوراه في أي مجال إنساني، سواء كان في علم الاجتماع مثلا أو في اللغات أو اللسانيات، أن يدرس أقل من 6 سنوات حتى يتخرج ويأخذ الدكتوراه. عموما بعض الإحصاءات السريعة ل يعني الأرقام والطلاب اللي موجودين في الولايات المتحدة، تقريبا يوجد في المدارس الحكومية الابتدائية الأمريكية ما يقارب 35 مليون طالب، وهناك في المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية 14 مليون طالب، وفي البرايفت elementary أو اللي هي المدارس الحكومية الخاصة تقريبا 4 ملايين طالب، وهكذا في المدارس الثانوية الخاصة تقريبا 1.25 مليون، ونسبة المتسربين أو اللي هم احنا نسميهم dropouts تقريبا في الولايات المتحدة بشكل عام هو 7% من الطلاب. وتقريبا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية مدارس يعني أو جامعات احنا نسميها أو كليات ما يقارب 4700 جامعة أو كلية. طبعا يدرسون في هذه الجامعات أو الكليات تقريبا من الدراسات الأولية 23 مليون طالب، وفي الدراسات العليا تقريبا 3.5 ملايين. ما يدهش ربما أو الرقم المفاجئ اللي كثير من الناس يعني يغفلون عنه أو ربما لم يطلعوا عليه، أنه هذا الشعب الأمريكي اللي هو تقريبا حسب إحصائيات 2017 325 مليون نسمة، فقط وفقط 30% من هذا الشعب الأمريكي يحمل شهادة البكالوريوس. زين، فهذا طبعا بالنسبة على المستوى الجامعي.
فإحنا دائما يعني نتخيل أنفسنا أنه إحنا عايشين بوسط من المثقفين الحملة الشهادات العليا والشسمة، لكن الواقع هو فقط 30% من الشعب الأمريكي ككل من هذول 325 مليون يحملون شهادة البكالوريوس فضلا عن الماستر والبي اتش دي. لو كان الجلوس أنا يصير أتحرك لو ما يصير عفوا لو كان الجلوس في الزنزانة، لو كان الجلوس في زنزانة يعتبر مهنة، فلكانت هذه المهنة هي الأكثر رواجا في الولايات المتحدة، لأنه حسب إحصاءات وزارة العدل في سنة 2012 عدد السجناء في الولايات المتحدة هو 1,570,000 سجين، وهذا الرقم هو أعلى رقم من المهندسين اللي هو عددهم الانجينيرز اللي هم 815,000، وهكذا الأساتذة اللي هم تقريبا 1,000,000. ربما هذه الوقائع تكون مدهشة، لكن الولايات المتحدة بشكل عام النظام التعليمي فيها في مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر نظام منهار مقارنة ببقية الدول المتقدمة والدول النامية. طبعا احنا لا نقارن الولايات المتحدة بالدول العربية لأنه ذاك موضوع آخر، لكن احنا نقارن الولايات المتحدة بالدول النامية والمتطورة كاليابان وسنغافورة وسويسرا مثلا. وهذه الدول تصرف الولايات المتحدة أو النظام التعليمي في الولايات المتحدة على الطالب الواحد سنويا ما يقارب 115,000 دولار، وهو رقم أعلى ضمن أعلى 5 دول في العالم. ورغم ذلك لا يحقق هذا النظام يعني نتائج جيدة. ليش لا يحقق هذا النظام نتائج جيدة؟ لأنه مثلا تقريبا ثلث المتخرجين من الثانويات لا يقرؤون كتابا في حياتهم بعد ترك الثانوية من الأمريكيين، وكذلك 42% من المتخرجين من الجامعات لا يمسكون كتابا واحدا ويقرؤونه. في عام 2007 80% من العوائل في الولايات المتحدة لم تشتري كتابا واحدا ولم تقرأ كتابا واحدا. زين، وهذني طبعا المصادر كلهن موجودات. المستوى العام دائما بالدول النامية يقيم في 3 مواضيع أو 3 محاور. إذا شايفين أبنائكم من يدرسون دائما يمتحنوهم ب3 مواد أساسية، هي الساينس والماث والريدينج، أو يعني القراءة والعلوم والرياضيات. المستوى العام في الرياضيات للطلاب في الولايات المتحدة مقارنة بباقي الدول يعني هي من ضمن هذني الدول اللي هن تقريبا يعني 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. الولايات المتحدة عفوا ماخذ المرتبة 11 في المستوى بالنسبة للرياضيات. وطبعا الدولة الأولى هي اليابان، وتتبعها فنلندا، وتتبعها هولندا، والسويدن والدنمارك ونوروي والنمسا، وفي آخر هذه الدول تقع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أيضا صراحة سيئة في الرياضيات، وطبعا إحنا نتحدث عن الطلاب الذين يعني يمتحنوهم بمادة الرياضيات، فهم ما يجيبون نتائج يعني بقدر ما الطلاب الآخرين في الدول النامية أو المتقدمة يجيبون من نتائج.
ولهذا إذا تشوفون هذا الرسم المخطط أيضا أنه الولايات المتحدة تقريبا موجودة في نصف أو النصف الأخير من هذا المخطط، وطبعا يتربع على القائمة سنغافورة واليابان وتايوان وإستونيا وكندا والدنمارك. أيضا في الرياضيات هناك امتحان يجري تقريبا كل 3 سنوات، وهذا الامتحان هو امتحان دولي يعني يصير في معظم الدول، واللي اسمه Program for International Student Assessment أو المختصر مالته PISA، وهذا يقيس الطلاب اللي أعمارهم 15 سنة ويشوف إيش قد المستوى التعليمي مالتهم في هذين الثلاث مواد. ومن ضمنها هذه الدول النامية أو المتطورة اللي هي بها تقريبا 35 دولة من الأعضاء، حلت الولايات المتحدة في المرتبة 30 في مادة الرياضيات، وحل في مادة العلوم حلوا الطلاب في المرتبة 19 أو 19، وهذا تقريبا أيضا رسم تقدرون تشوفوه يوضح هذه الإحصائية في العلوم والرياضيات والقراءة. وإذا تشوفون الدولة الأولى في هذه المجالات هي شنو؟ سنغافورة. وطبعا هذا حسب إحصاءات مركز بيو للأبحاث، تعرفون يمكن مركز بيو من أحد أرقى المعاهد للدراسات والأبحاث، ويتبع هذه الدولة سنغافورة اليابان في العلوم وفي الريدينغ.